بعد مساع حثيثة قادتها قيادة السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين للتنسيق بين القوات الحكومية والحزام الأمني لتأمين مديريات المحافظة، نفذت القوات العسكرية والأمنية ووحدات مكافحة الإرهاب حملة أمنية في مناطق ووديان دلتا أبين ومدينة شقرى الساحية. هذه خطوة كانت منتظرة من سابق، والتنسيق الأمني أملته علينا الضرورات والظروف، ووصلت كل الأطراف إلى أن هناك في قوى لابد من توحيد الموقف وتوجيه البندقية باتجاه العدو الرئيسي الذي له أطماع في هذه الأرض، وبحيث أنه في مناطق من محافظة أبين يعني الأمن والاستقرار فيها شبه مشلول، فاستشعر الجميع المسؤولية والواجب أمام أهلنا في هذه المحافظة، وتمت التوافقات على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والاصطفاف في المرحلة القادمة. ونحن بدورنا في قيادة المجلس الانتقالي في المحافظة نؤيد ونبارك هذه الخطوات، ونأمل أنه يتم البناء عليها في محافظات أخرى. نحن نؤيد البادرة هذه اللي تمت بين القوات الجنوبية في محافظة أبين، حتى لو هي جت متأخرة ولكنها جت في وقتها المطلوب، ونتمنى أن تكون هذه البادرة تكون على جميع القوات في المحافظات الجنوبية وبشكل عام القوات الجنوبية. لهذا نحن نتمنى أن تكون التنسيق كامل وشامل من أجل القضاء على عناصر التخريب، التنسيق كامل إن شاء الله بتأمين الطرق والمناطق يعني النائية، لأجل كون العناصر المشبثة في أمننا في محافظة أبين تتخذ من الأماكن الريفية ملاذ لها للهروب والتخبي في وسط الأشعاب والجبال والوديان. الحملة الأمنية التي نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب مسنودة بقوات الأمن والقوات الخاصة لاقت ارتياحا شعبيا كبيرا بين أوساط المجتمع، حيث تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في طريق المصالحة الجنوبية بين قادة تلك الوحدات العسكرية وانتهاء الصراع وتوحيد الهدف، وهو تطهير مديريات أبين من العناصر الإرهابية والإجرامية وعصابات قطاع الطرق، ومنع أي محاولات اختراق لميليشيات الحوثي الإرهابية في المناطق المحادية لسيطرتها. الهدف من أولا وقف نزيف الدماء، وقف نزيف الدم. ثانيا إعادة اللحمة الجنوبية على وضعها الطبيعي في أمن واستقرار من أجل محاربة العدو الرئيسي المتمثل بالقاعدة وداعش والحوثي، وهذا يدل دلالة واضحة على أن أبناء أبين سوف يصطفون إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، كانوا شرعية، كانوا انتقالي، كانوا أحزاب، الكل يدا واحدة للقضاء على بؤر الإرهاب أينما وجدت. خبر مبهج أنه يعني الاهتمام يعني إعادة لحمة المؤسسة العسكرية والأمنية حتى نلتفت بعدها إلى الجانب يعني الصحي والاجتماعي بشكل عام. الوضع الكارثي الذي نعيشه اليوم يعني في أبين خاصة بشكل يعني ملفت مؤلم جدا، يجب أن نتلاحم حتى نعيد يعني المؤسسات بشكل عام في أبين، وسواء كانت صحية أو اجتماعية أو ثقافية، وتعود أبين لوضعها الطبيعي إن شاء الله. كمواطنين نؤيد هذه الخطوة اللي تمثل لحمة ما بين أبناء المحافظة ومديريتها حول محاربة الإرهاب أينما كان، لأنها آفة. بالنسبة أنا أدعو أبناء أبين إلى التكاتف والتلاحم حتى يتم تطهير أبين وكافة مديرياتها من الآفة الدخيلة على محافظتنا، والتي تعتبر هذه المحافظة هي عنق الزجاجة لعاصمتنا الحبيبة عدن. وفي الآونة الأخيرة تشهد أبين استعدادات واسعة لكافة القوات العسكرية والأمنية ووحدات مكافحة الإرهاب لخوض معركة تطهير بعض مديريات أبين من العناصر الإرهابية وتأمين المناطق الحدودية مع ميليشيات الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى محاربة عصابات التهريب الإجرامية وقطاع الطرق التي انتشرت مؤخرا في تلك المناطق.